بيه نحكي على ما شويه على ماتش القروين والسيابي، كيف المقابلات اللي عملوا اثر شويه جدل. اللقطه نتاع يوسف السراري، كيفاش قراءتك ليها سيوس؟ شنو صار في اللقطه ذيك؟ شنو حكيتوا مع الحكم؟ أول حاجة هي نعرف المادة 5 من قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تعطي السلطة المطلقة للحكم في اتخاذ القرارات ولا رجعة، يعني هو سيد الميدان. أولا اللقطة كانت هيزيتاسيون من المساعد اللي زرب في خروج الكرة من عدمها، وقت اللي واحد يلا يزيتي بالنسبة للحكم هو ياخذ الانيسياتيف، وحتى كانت بيناتهم حتى كي الكومينيكاسيون انه نورمالمون يواصل اللعب وتواصل اللعب وجابت هدف. مالوروزمون بتيتر اللقطة هذيك ما يلزمهاش تكون، لانه يعني يلزم يكون تنسيق، يلزم الحكم المساعد يتريث، يلزم رفع الراية خاطر بحسابه. هذا هو يعني اللي صار، هو هز وهبط. مساعد معنا في القيمة متاعه هو معنا عمر الرياح عدى واش ما شويه كبار معنا نورمالمون ما يغلطش حاجة متاع عابد دوبا ديبيتون معنا والله يعني. هو ما قلت لك راهو عمر الرياحي من خيرة معنا من الحكام المساعدين صراحة. ما تعرف اللي قلت لك بوتيتر برشا ضغط برشا بريسيون يخليه بوتيتر زرب شويه مش ترفع الرايه وهبط في ساعه. هذاك الخطا ولو هو خطا بسيط، لكن ما تعرف احنا نحبوا نشدوا في كل شيء. من نقاط الاستفهام اللي تقيد على ورقه المقابله مش بخصوص خروج الكره، لكن تقيد خطا معناها مخالفه. منين جات المخالفه سي عواس؟ والله هو يكون خطأ في التحرير، أنه من طاقم التحكيم نورمالمون أنك تعمل ريزيرف تفيتون ريزيرف ما تفسر لحد، عندك رابور سوي بعد تعمله وتعمل رابور متاعك تحط اللي تحب. بتتر ما نقولش خطأ، ما كان فيه شوية ارتجال، فيه شوية كونفيونس، ترو دو كونفيونس، مش كونفيونس، ما إمام مراقبة المباراة قمت بالاحتراز وتقف غادي بعد كان عندك رابورت تكملوا وكاو. هذا من ناحيه الشكل ما لازمش يكتب قلت لي مخالفه، من ناحيه المضمون علاش كتب مخالفه؟ ما شفناش حتى مخالفه من لاعبي وحده. هو في اقوال وراء اغزر، يلزم نفهموا حاجه في القانون، في قانون كره القدم راهو حتى لاس فيها كفران انديريكت. وقت اللي واحد جاي زوز تقول له ليس فيها كفران ديريكت، كأنك تلوج على التبرير. لا مش نلوج على التبرير، لا مش نفسر للناس شنو وراه. هو شايف مخالفة قبل، أنا ما شفتش مخالفة مثلا، ولا هو الآخر شايف مخالفة، هو اللي قريب غادي نجم يقول لك أنا شفت أقرب، أنا سمعت. ما يلزم زاد احنا نكونوا صوره واضحه سي عواد، هو يغزل الخط التماس، ثم فرق بين الكره وصلت الخط التماس ما نعرفوش ما نعجبش نحكموا خرجت ولا لا. هو هز وقت اللي الكره على خط التماس، هو في كل تفكير هو في تركيزه، حتى تركيزه منصب على خط التماس، وانت بيدك من اللي قلت هز هو في كلتا الحالتين يعني تنجم اذا كان ثم كفران ما يرجعلكش لانه ثم فونتاج، واذا كان ثم كره خرجت تقعد شاد ترفع على الدرب نتاعك وتقعد متمسك بالقرار نتاعك اللي الكره غادرت نهائيا. ما تهبطش هو بالكل. هو الى ايزيتي حط روحك انت مكانه كحكم، شنو تعمل؟ هز وهبط، يعني هو زرب كسوا ثم خطا ولا ما ثماش، ما عندناش نحكوا على خطا، نحكيو احنا الناس كل بقات تحكي على كره خرجت من عدمها. هذا اللي نحكيو عليه، لكن في جميع القرارات ديما ترجع القرار الاخير يرجع للحكم. مثال لو الحكم كرة دخلت ولا ما دخلتش بار اكزومبل، لاسيستون قال ما دخلتش والحكم شافها دخلت، يحط بونت ولا لا؟ الحكم بالطبيعه هو ديسيزيون اللي هو. يعني اللي قاعد يتحكي الكل خاطر بعض الحكام الخبراء في التحكيم قالوا الا في التماس. لا المواد 17 في كرة القدم ما ثماش اللي يجيب لي هذه في التماس. ثم حاجات قديمة كانوا يقولوا هنا، حتى احنا قالوا هنا القرار في قرار وحيد غلط، لكن إذا ما نستقر القانون ما يتكلموش هكيك. المادة 5 ما فيها حتى حاجة تعطي صلاحية للحكم المساعد مش هو ياخذ القرار مكان الحكم، ديما ترجع القرارات الكل للحكم الرئيسي.
بما فيه الحكم الإضافي، الحكام الإضافيين والحكم الرابع إلى آخره إلى آخره. ثم ترافاي دو جروب يتفاهموا فيه، ثم ترافاي ديكيب، مي في التيران هو لو متر دو بار. باهي. فيما يتعلق بالحكم كريم الخميري، اسكو حكيتوا معاه باش يعتزل مش باش يعتزل؟ كيفاش؟ بون، كريم الخميري بتتر تسرع في القرار نتاعو، كان على اشو واحد بتتر حس انه تظلم، لكن كريم الخميري ما تظلمش، وانا اتصلت به شخصيا وهو ولدنا ومش يرجع وما صار شيء يعني. رسميا معناها سيبوه مش يرجع رسميا كريم الخميري يرجع. يقول هو حدا يتكلم بعد المقابلة يقول لك علاش تشهير بيا معناها فما حكام اخرين يقول لك اخطوا ما تقعش تشهير بيهم، مثلا نضال طيف اخطا، اسد قسامي اخطا، ما غير للذكر للحصر معناها. شوف سلام، ما احنا ما عندناش واحد فرض واحد سن، ثم اخطاء، واحنا افون سيزون حكينا يعني من اعلى الهرم لاسفل كانت الكونسيني واضحه انه الاخطاء ماذا بينا تكون من عدمه ولو هي اخطاء بشريه. في تقييمنا الناس اللي اخطوا عاقبناهم، تقول لي علاش العقوبات وعلاش التشهير؟ هو ما هوش تشهير، قلنا عقوبه، اللاعب اللي يخطئ يتعاقب، المسؤول اللي يخطئ يتعاقب، الحكم يخطئ يتعاقب، هما هذوما الثلاثة أطراف ولا أربعة أطراف نتاع اللعبة اللي موجودين كلهم يتعاقبوا، مش واحد فرض واحد سنة. تقول لي تنقص لي ولا تزيدني ولا لا، لا فماش واحد تنقص له، حكم بشر يخطئ، كرامته محفوظة، قدره محفوظ، مكانته محفوظة، حتى واحد مشكك في كريم الخميري في أخلاقه في كل شيء، أما يتعاقب كيف وكيف كل حكام. انا حاجه واحده ما نحبهاش، علاش عاقبت فلان وعلاش ما عاقبتش فلان؟ ينجم الاخر اخطا فوت دو بريستاسيون، منعته المقابله، نجم انت ما زفرتش بيلانتي وليكيبي كي ربحت صح عليك، تنجم البريستاسيون ديرون ماتش كامل، المخالفات الكل اللي عملتها في اتجاه فريق واحد يعني ضد فريق واحد، انك تعمل خمسه وسته اخطاء في اتجاه فريق واحد، في الحاله هذه تعاقب، وقت تكون فوت دابريسياسيون من هنا ولا من هنا ما يتعاقبش. وانا اكثر واحد ندافع، لكن في بعض الاحيان فما اخطاء تخليك مجبر مش تاخذ قرار نتاع العقوبات. قبل كنتوا تعيطوا الحكام قبل العقوبات، علاش تو ما عادش تسمعوا؟ كنت تسمعوا قبل؟ شوف ديما في اون جينيرال كنا قبل، الغايه من ان نعيطوا مش نسكتوا الناس، الغايه منها مش نصلحوا، للإصلاح علاش وكيفاش، لكن طويكة أنك لي ماتش كل ميدياتيزي واللجنة الكل يتفرجوا، حتى اللي ما عندوش ماتش نورمالمون يوصلوا يكون نهار ذاك يكون موجود باش يتفرج في مقابلة، ما أنا مثلا نكلم أعضاء اللجنة، أنت تتفرج في المقابلة الفلانية، أنت تتفرج، كل واحد يتفرج في مباراة، مش يكون التقييم بعد، حتى بعد المباراة كيف ما بيلانتي نكونوا على الأقل كات، إذا كان نكونوا كات كونتر دو مش كيف نكونوا الخمسة في اتجاه واحد، خاطر ثم أخطاء اللي ما نجموش نحكيو فيها، ثم أخطاء أنك في ماتش في مقابلة معينة أنه أخطأ الحكم أخطاء في اتجاه واحد، الناس كل نتفقوا عليها. إذا كان أنت كإدارة وطنية للتحكيم ما تعرفش تقيم ولا ما تعرفش معلوماتك تاخوها من مصادر صحيحة وما تعرفش تقيم، ما تنجمش تعاقب، خاطر احنا أبار لي كوميسير دو ماتش وصلنا بعثنا حتى دو كوميسير، أبار الناس اللي يتفرجوا عنا أعضاء اللجنة كل تتفرج، فماش يعني أخطاء السنة اللي فادحة بون، لكن كنا سيفير بالحق، أنا الحاجة اللي نقولها كنا سيفير برشا مع الحكام، خاطر في حتى ولدك في الدار إذا كانت تسيبه بعد ما تلقى في حد شيء، لذا ثم حالات يزم يعرف الحكم اللي هو راه موجود باش يعطي حق العباد، عنده داره، الدار هذيك راهي ليها حرمه، والحرمه هذيك ما لازمش تتمسى، خاطر ثم نيفو معين نتاع اربيتر انترناسيونال ما لازمش تحت تحته، ولا حكم نخبه ما لازمش تحته. السياسه اللي كنت تعتمدوا فيها سي عويس تاع الاعتماد على بعض الحكام الاجانب سواء افارقه ولا حتى عرب، علاش تفاجعتوا فيها؟ ما كانتش ناجحه؟ والله هي كانت اتفاقيه تبادل، يعني الغايه منها شنو؟ انك تعطيني ونعطيك مع العرب، هذه مع العرب، واحنا بدينا بمصر، لكن بعداش ثم
أنك أنت تعطيني زوز مباريات وأنا نعطيك خمسة، ما ثماش يعني توازن حتى في الواحد. وقت اللي ما تعاملنيش أنت باحترام ما نعملكش باحترام. بلك يعني شوف كامل المقابلات اللي أجرها مثلا في مصر خلفت شوية نقاط استفهام. ما هوش صحيح، لأنه المقابلات حتى اللي صاروا لهنا خلفت برشا حاجات. تعرف الإعلام في مصر يخدم قوي برشا، قوي يخدم لبلاده، يخدم مع ولد البلد كما نقولوا احنا. وقت اللي يمشي حكم ولا يمشي الناس كل تصليني وراه، احنا كي يمشي حكم مثلا مشي ظفر عندنا نقص في الحاجة هذه. صحيح انت عندك جمعيتك وعندك ميولاتك وعندك 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 وعندك، لكن وقت اللي يعود مصلحة تونس يعني حكم دولي تتنحى كل شعارات الكل والألوان ونصليني وراك الحكم ذاك مش نشحوه مش نمشيه معاه. بالنسبة للأفارقة بو، بالنسبة للأفارقة جبنا زوز أحسن يعني أربيتريت، شفت واحد نجح واحد ما نجحش، لكن صعيبة مع الأفارقة أنا جفوها اللي مش تكون صعيبة برشا تنشمش. بالنسبة حملت شوية سياسة متاع استقطاب معارضين في الدي ان ا دخول مراد الدعمي مثلا. والله مش معارضين، انا قلت لك راهو ابزر اون فان دو كونت، انت سالتني برشا اسئله في بدايه حوارنا، سالتني برشا اسئله يعني مش استفزازيه، مي انك ديزون تحب تشوف برشا حاجات هذه انا نمن بحاجه ويحبوا ولا يكرهوا، هذه دارنا دار الحكم احنا يعني، وليت عنا دار تلم الناس الكل. ثم ناس وقت اللي يكون في الدار هيكي يكون هيكي احسن دار، وكيف يقولوا السماء صافية والعصافير تزقزق، خرج منها يولي عبد واحد اخر. بون مهما كان يقعد ولدك، انا نقول يعني انه اخطا، صحيح اخطا مراد الدعمي في بعض الديكلاراسيون في بعض كذا، لكن يقعد ولدنا، يقعد حكم دولي، يقعد حكم مونديالي، يقعد عنده اسمه، ما مش معقول ان ولدك يغلط تقضي عليه. سمعت اللي فما شكون ما تقبلش وجوده مراد الدعمي تو في الاداره؟ والله هي شوف، يتقبل ولا ما يتقبلش سي سون بروبليم، ثم مدير إدارة وطني للتحكيم وثم رئيس جامعة هو اللي يقرر فان دو كونت، لكن مش أني ما نحبش إسلام ما نخدمش معاه، ما هيش حب هي وتقبل ولا ما تقبلش، هذه خدمة لبولو سي لبولو، اون ترافاي انسامبل، نخدمه كل واحد يخدم الطاش متاعه، كل واحد يعرف الطاش متاعه، ما يتجاوز حدوده، أما الحب والواحد ماذا بيا تكون الناس الكل أحباب، والحمد لله يعني لباس. اللي نعرف حتى فما شوية خلافات بينك وبينه تو. أنا وياه؟ نو جامي. يمكن أقرب واحد لي أنا هو أنا، أنا أنا اللي. فما خلافات مع بعض الإدارة، أعضاء في الإدارة؟ لا 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 لا. مش صحيح بتاتا المعنى. لا مش صحيح، لا مش صحيح. أول حاجة خلافات علاش؟ ما تقبلوش خاطر الكلام اللي قاله قبل في بعض الاعضاء وتوا ولا ما تحب نقول لك حاجه. انا بالنسبه لي انا وقت اللي واحد يقول فيه كلام ندخلوا البيرو، دخلنا البيرو قعدنا، راك قلت 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 هذا عيب، خرجنا من غادي نمن بالرجوليه بالكريديبيليتي نتاعك، ما عادش الانسان هذاك صفحه وتويناها، اخدم على روحك ربي يعاونك وسيفيني، نحبه ولا نكرهه، الحب راهو في الخدمه ما يلزموش تكون العاطفه وتكون الحب، ماذا بينا نكونوا احباب نكونوا خيان، ما كل واحد يخدم خدمته.